هكذا مشاهدينا وصلنا معكم مع ختام هذه الأمسية الجميلة الرياضية التراثية بهذا الأداء الجميل. نأتي في الختام قبل أن نختم نقدم لكم الموجز الذي يوضح كل الأسامي التي فازت من خلال هذا اليوم مع مخرجنا الهواري. هذا هو الشوط الأول كما تابعت وتابعت معنا القيادة حتى النهاية كانت الشاهينية من هجة الرئاسة وقادها المستحيل والتوقيت الزمني 12 دقيقة 29 وجزئين من الثانية التوقيت الأجمل والجميل بالفعل. أما الشوط الثاني على التوالي وصلت شواهين الأخرى مشاهدي الأعزاء لتكون حاضرة بقوة. هذا الشعار الأحمر اللي دائما يظهر في مقدمة الأشواط مع البروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي وقطعة المسافة 12 دقيقة 52 ستة أجزاء من الثانية. هو الشوط الثاني وبعد ذلك في الترتيب الشوط الثالث والشوط الثالث يأتي مرة أخرى أيضا شاهين بهجن الرئاسة مع البروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي في 13 وثانية واحدة وخمسة أجزاء من الثانية ليضيف نقطة أخرى الثالث لهجن الرئاسة والثاني لهذا المضمر البروفيسور. دور آخر مشاهدي الأعزاء في قبل إكمال الجولة الأولى يأتي شاهين من هجن الرئاسة ويأتي المستحيل ليضيف نقطة أخرى 13 9 وفاء وتماما لتكون الجولة الأولى مع مشاهدينا الأعزاء. أيضا أربعة أشواط أما الشوط الخامس سوف تكون أيضا متواجدة مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات الشاهينية أو هملولة ويأتي الظافر علي بن يميل مع هجن الرئاسة 12 49 وثلاثة أجزاء من الثانية. شكرا أبو سعيد على هذا الأداء الجميل في بداية الجولة الثانية. أما الشوط السادس وتأتي اختيار ليعزز أيضا الظافر مثله ومثل المضمرين غيره كله على نقطتين في هذه حتى هذه اللحظات 12 50 أربعة أجزاء من الثانية مع اختيار ما شاء الله هجن الرئاسة ويأتي أبو الجمايل ليكونوا أيضا حاضر بهذا الأداء الجميل. أما الشوط السابع اللي يأتي مرة أخرى شاهين من هجن الرئاسة مع المستحيل ليضيف هذا المضمر النقطة الثالثة لهذه الأمسية 13 12 وفاء وتماما. شكرا أبو ذياب. أما الشوط اللي قادم والشوط الثامن كما واضح على الشاشة ويأتي أيضا البروفيسور ليكون أيضا النقطة الثالثة أيضا محمود محمد بن سالم الوهيبي مع هجن الرئاسة ب 13 29 وستة أجزاء من الثانية. وننتقل أيضا مشاهدي الأعزاء إلى شوطنا الآخر وهو الشوط التاسع ليأتي السوبر هاتريك مع المستحيل مرة أخرى ليعودوا إلى الأضواء بذياب مع هجن الرئاسة في هذا مع الشاهينية و12 55 وثلاثة أجزاء من الثانية. أما إذا انتقلنا مع مخرجنا إلى الشوط العاشر هناك تأتي مثيرة ويأتي بوسعيد مع هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج البري مع مثيرة ليثير الشوط العاشر في 12 دقيقة 57 أربعة أجزاء من الثانية. شكرا يا أبو سعيد على هذا الأداء الجميل. وبعد ذلك يأتي الشوط الحادي عشر نعم ويأتي الشوط الحادي عشر ويأتي دور شاهين من هجن الرئاسة والسوبر هاتريك للبروفيسور محمود 13 16 وفاء وتماما. بينما يأتي الشوط قبل الختام ويأتي أيضا دور آخر مشاهدي الأعزاء مع نشوان ما شاء الله وتبارك الرحمن 13 21 مع هجن الرئاسة ويأتي أحد الشباب عوض بن مبارك المهيري ليقدم هذه السلالة الجميلة والعريقة والمختبرية. أما يأتي الشوط الختام وختامها مسك دائما في هذه اللحظات والسايحة لتسوح وسياحة جميلة حتى خط النهاية في 12 دقيقة و48
وأربعة أجزاء من الثانية ليأتي أبو سعيد صالح بن سعيد العرج المري لنقطة ثانية ليختم هذه الفترة المسائية بكل حب وكل أيضا أداء جميل. هكذا وصلنا معكم مع الختام، وقبل الختام لابد أن نذكر الإخوة الذين تواصلوا في العملية الفنية لإخراج هذه الصورة الجميلة. يأتي من الصوت إلتون، ومن الإعادة والفيديو تونكس، ومن الجرافيست إخواننا غسان ورياردو، والمصورين ماريا وصوفيا وبانيغو وماريو وجورج، ومن الهندسة العربة مهندس عربة ياسر إبراهيم، ومن العمليات مسعود الكثيري، وأيضا مشاهد الأعزاء هناك المذيعين لا ننساهم نايف والحبسي وحمدان وياسر وراشد، وأيضا يأتي دور غائد الطاقم الفني والإخراج أسامة الهواري، له التحية، وتقبلوا تحيتي العمدة حتى نلتقي معكم في تمام الساعة السابعة يوم القد مع سن الكبار وحول أبناء القبائل. أكدكم على الختام بعد هذه الأخطاط التي ترونها لتنضموا هذه القناة إلى استديوهاتنا بأبوظبي لتواصل باقي برامجها، وإلى هناك.